سيدة لينا، كيف تتابعون وتمارسون مهام عملكم كصحفيين في قطاع غزة في ظل تلك الأجواء وأنتم على علم بالاستهداف الممنهج من قبل جيش الاحتلال للصحفيين بالتحديد؟ يعني هذا هو واجبنا الوطني والإنساني تجاه قضيتنا الفلسطينية، وسنبقى نرفض هذه الأحداث وسنبقى نرفض هذه الصورة وننقلها للعالم أجمع لكي يشاهد جرائم وفظائع الاحتلال هنا في قطاع غزة. نحن نقاطر بأنفسنا عندما يخرج الصحفي من منزله يوميا إلى المشافي أو إلى مناطق الخطر ليغطي الأحداث، هو يخاطر بنفسه ويخاطر بعائلته عندما يترك عائلته لأيام وساعات طويلة ويذهب للتغطية. فالصحفي دائما يحمل رسالة واحدة، أنه هو سيبقى العين الساهرة على هذا الوطن وسيبقى ينقل الصورة مهما تعرض من انتهاكات ومهما حتى لو تعرض للموت، فهو يموت في سبيل نقل الصورة والحقيقة للعالم أجمع. نعم، هل من تواصل مع جمعيات الصحفيين الدولية أو اللجان المعنية بحقوق الصحفيين مع الصحفيين المتواجدين داخل غزة وهم يقومون بأداء مهام عملهم في مثل تلك الظروف؟ يتم التواصل مع الصحفيين من قبل المؤسسات الدولية في حال كان هناك انتهاكات، في كان هناك استهدافات، ولكن دائما الصحفيون يقومون بعملهم حتى ولو لم يتم الحديث معهم مع تلك المنظمات الدولية التي ما دائما تصدر النداءات وتصدر البيانات التي تطالب فيها بحماية الصحفيين وتطالب بحماية حقوق الصحفيين، ولكن الاتصالات تبقى قليلة جدا لأن الصحفي الفلسطيني لا ينتظر الحديث مع تلك المؤسسات الدولية، فهو يقوم بواجبه الوطني ويقوم بواجبه الإنساني. نقابة الصحفيين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة تقوم بشكل دوري وبشكل يومي بمتابعة أحوال الصحفيين في قيامهم أمام المشافي التي يغطون من خلالها هذه الحرب الإسرائيلية، يقدمون بعض الاحتياجات القليلة لهم يعني فيما استطاعوا أن يقدموه فهم يقدموه تجاه هؤلاء الصحفيين فقط. نعم، أيضا سيدة لينا، نحن نقترب من إتمام الشهر التاسع لتلك الحرب منذ بدايتها في 7 أكتوبر الماضي، كيف تنقلين لنا تحليل الوضع فيما يخص تلك الحرب الدائرة؟ يعني هذه الحرب المستمرة حتى هذه اللحظة هي صعبة للغاية، ولم نشهد مثل هذه الحرب خلال السنوات الماضية، فهي مستمرة بصعوبتها وسخونتها حتى هذا اليوم. في كل لحظة وفي كل دقيقة لا يتوقف القصف الإسرائيلي سواء الجوي أو المدفعي على مناطق متعددة في قطاع غزة، وكذلك عمليات التوغل البري المفاجئة التي تعيشها في هذه اللحظات رفح والمناطق الجنوبية لقطاع غزة. فنحن نرى على أرض الواقع أن هذه الحرب مستمرة بصعوبة، ولا يوجد هناك أي تراجع في شدة الغارات أو في شدة عملية التوغل البرية المستمرة حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. لا يزال هناك مطالبات على أرض الواقع من قبل المواطنين في قطاع غزة بضرورة أن يتحرك هذا العالم الصامت تجاه ما يجري اليوم في قطاع غزة. نحن لا نريد بيانات ولا نريد كلمات ولا مؤتمرات صحفية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نحن نريد تحرك دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى أو ما يمكن إنقاذه هنا في قطاع غزة. حجم الدمار كبير ومروع هنا في القطاع، لا يبقى هناك حي أو شارع واحد في قطاع غزة لم يتعرض لقصف إسرائيلي أو لم يتعرض لدمار شامل هنا في القطاع. فنحن من خلال شاشتكم الكريمة نوجه نداء لكل أحرار العالم بأن يكونوا دائما صوتا لإنقاذ صوت الفلسطينيين في كل العالم، بأن يتحرك هذا العالم الصامت لوقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة حتى هذه اللحظة على قطاع غزة. نعم، سيدة لينا، كيف ترصدين لنا وضع قطاع غزة وما وصل إليه حتى يومنا هذا منذ بداية العدوان منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى يومنا هذا، كيف تحول قطاع غزة؟ مدينة غزة قبل سنوات نشر عديد من التقارير عنها بأنها أصبحت من أجمل المدن
في المدن الفلسطينية هنا في فلسطين، نظرا للتغيير الذي حدث والنهضة التي حدثت في قطاع غزة وشوارعها ومحالها التجارية وغيرها من الأماكن الجميلة جدا في القطاع. وربما تشاهدون الصور عن تحول قطاع غزة من المدينة الأجمل إلى مدينة أشباح. عندما نشاهد صور لمدينة غزة عبر الإنترنت يصورها بعض الصحفيين الذين يتواجدون في غزة أو يتواجدون في مدينة غزة تحديدا، نشاهد الفرق وبتنا لا نعرف هذه الشوارع نهائيا، نظرا لأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب الفظائع في هذه الشوارع وشوه معالم مدينة غزة، فتحولت من المدينة الجميلة التي كان العالم أجمع ينظر لها بأنها من أجمل الأماكن في فلسطين إلى المدينة أشباح التي تحولت إلى رماد وتحولت إلى سواد. فنحن دائما نشاهد هذه الصور ونحن نبكي على جمال هذه المدينة، كيف حولها هذا الاحتلال المجرم الظالم إلى هذه الصورة، ولكن الفلسطينيون في القطاع بصمودهم يدعمون هذه المدينة ويقولون بأنه سيجعلوها أجمل مما كانت عليه في السابق عندما تتوقف هذه الحرب على قطاع غزة. نحن نعلم سيدة لينا الحاجة المسة للمساعدات الإغاثية والإنسانية للقطاع في تلك الأثناء، يعني ما هي الاحتياجات التي تحتاجونها الآن بشكل عاجل وفوري، وأيضا رغم المساعدات الضئيلة التي تدخل من حين لآخر، ماذا تشمل تلك المساعدات؟ هل هي غذائية أم تشمل أيضا مساعدات طبية؟ لو تصفي لنا الوضع. نعم، منذ أشهر ومنذ إغلاق الاحتلال المعابر معبر رفح البري وتدميره بالكامل أيضا وسيطرته على معبر بيت حانون، قبل أيام دخلت بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر بيت حانون إلى مناطق الوسط وجنوب القطاع. هذه المساعدات قليلة جدا مقارنة باحتياجات قطاع غزة الكبير لأعداد من المستلزمات الغذائية وكذلك المستهلكات الطبية التي تناشد بها وزارة الصحة في كل ساعة بضرورة توفيرها إلى هذه المشافي لكي تواصل عملها أيضا. ولكن نحن نتحدث الآن في نقطة مهمة وهي المجاعة التي تسيطر على مناطق إلى مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة. محافظة غزة والشمال باتت تتعرض لمجاعة كبيرة وشاهدنا عدد من الأطفال الذين يموتون بسبب هذا الجوع، إن لم يموتوا قصفا فهم يموتون جوعا في شمال القطاع. ونحن نناشد في هذه الأثناء بضرورة فتح المعابر وضرورة إدخال أعداد كبيرة من المساعدات الإنسانية وكذلك بالتأكيد هذه حاجة مسة وملحة لسكان القطاع. شكرا جزيلا لك من دير البلح بوسط قطاع غزة الكاتبة الصحفية لينا شاهين.